كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير. يا كابتن جهاد منور الدنيا. انت اللي منور وكل سنه وانت طيب. وانت طيب وبخير اليوم يومك. انا بقالي شويه عمال اقول لهم هاتولي الكابتن جهاد بسرعه عشان نفسي اعلق على الحالات التحكيميه، بس انا واخد قعده على نفسي ما اعلقش على حالات تحكيميه فمستنيك. لا احسن مني يا كريم. لا العفو احسن مني. العفو يا كابتن جهاد. بس من كتر كلامنا في التحكيم ممكن تتكلم طبعا. لا انا باخد كورسات كل يوم يعني منك. طيب كابتن جهاد، شفت المباراه ازاي بشكل عام النهارده تحكيميا وبعد كده ناخد حاله حاله؟ بص انا المباراه النهارده امين عامل مباراه كويسه وحطها من الفار عامل مباراه كويسه، اختلفت معاه في قرار واحد هو قرار مؤثر في نتيجه المباراه، لكن غير كده كل القرارات التحكيميه النهارده انا متفق معاهم فيها. هو قرار واحد بس اللي اختلفت معاه، واختلاف كنت متفق مع حكام الفار اللي عرضوا اللقطه، والحكم هو اللي خد قرار مخالف تماما، وده كان قرار مؤثر في نتيجه المباراه. طيب نبدا الحالات. اتفضل نبدا الحالات. ابداوا يا جماعه الحالات بسرعه عشان الكابتن جهاد يمشي معانا حاله حاله ويقول لنا رايه. والحاله الاولى دي قولوا لي بقى دي انهي حاله واحنا مع بعض عشان دي ضربه الجزاء اللي دي حاله لمس اليد اللي طلبها الزمالك بركله الجزاء. طيب الراجل خرج للفار طبعا. اولا موضوع ان يذاع الحوار اللي امين بيقوله لحكم الفار ده غير مقبول تماما ومش موجود في اي حته في العالم. ممكن الكاميرا الحديث اللي احنا جبناه او الكاميرا التصوير، طبعا السنه دي بنتكلم على التصوير كلنا بنشيد بالتصوير والتطوير اللي حصل طبعا. النقل عظيم جدا، لكن ممكن التطوير ده الكاميرا اللي موجوده فيها مايك صوت امين واضح جدا للناس. الحوار حصل ده حصل الناس كلها سمعته، وده مش مقبول طبعا مع الفيفا او الايفاب، فطبعا ده خطا كبير وان شاء الله ما يتكررش في الماتشات اللي جايه. اكيد مش هيتكرر. اللقطه اللي بنتكلم فيها امين ما كانش مقتنع من الحوار اللي حصل بقى. احنا بنتكلم الحوار اللي هو قاله. هو مش مقتنع بلمس اليد على اساس ان في حركه لجسم اللاعب المقاولين. صح. محمد عادل وسامي هلال اللي على الفار جابوا له لقطه من ورا الجون عشان يبين له ان اللاعب عمل ايده كبرت جسمه، هو عمل الريسك، خد الريسك حتى لو مش شايف الكوره، هو عمل الريسك، خلى ايده موجوده في مجال مكبره جسمه. تمام. وبالتالي يعاقب عليها لو الكوره جت في ايده. امين مش مقتنع بده، بس انا طبعا لو هو مش مقتنع بده ما تروحش بقى يا امين تدور على الكوره بره ولا جوه. صح. ما دام انت مش مقتنع ان الكوره ما جاتش في ايده خلاص اللقطه بالنسبه لك خلصت. صح. لكن هو بعد كده راح يبص على اللقطه ويدور الكوره بره ولا جوه. اولا لمس اليد موجوده، انا مقتنع بكلام محمد عادل وسابي هلهل حكام الفار. تمام. اليد مكبره الجسم وبالتالي لمس اليد موجوده، نبص على الكوره بره ولا جوه بقى. هو هو عمل زوم، كان لازم في اللقطه ديت لما توقف الكوره على الايد تعمل زوم عشان تحدد ينزل خط راسي بقى من الكوره على الارض. لحظه مكان التلامس بتاع الكوره مع الايد هو ده مكان الخطا. وبالتالي الكوره مش معيارنا نهائي، يعني ما ندورش على الكوره جت على الخط او رمى الخط او جوه المنطقه بره المنطقه، مش هو ده المعيار بالنسبه لنا. احنا معيارنا او الخطا بتاعنا هي نقطه تلامس الكوره مع اليد. هي دي نقطه الخطا، فبنعمل منها خط راسي نشوف الخط الراسي ده نازل فين. اللعيب رجليه بره المنطقه لكن الايد بميله، ده الخط الراسي تلامس الكوره في اللقطه دي لما جابها له بالمنظر ده ورا الجون بيقول لك ان الايد مكبره الجسم ويعاقب عليها اللاعب. طبعا. وبالتالي محمد عادل سهل له الماموريه لكن هو اصر على قراره انها ما فيش لمسه يد. زي ما قلت لك النقطه بتاع الخطا يا كريم بينزل فيها خط راسي على الارض. خط راسي دوت عملناه او ظهر في الصوره بوضوح ان موجود على خط منطقه الجزاء. والخطوط في الملعب هي جزء من المناطق التي تحدثها، وبالتالي خط منطقه الجزاء هو جزء من منطقه الجزاء. واللمس اليد على خط منطقه الجزاء يبقى داخل منطقه الجزاء، وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء صحيحه لم يتم احتسابها نادي الزمالك. عظيم جدا، دي لقطه مؤثره جدا في نتيجه المباراه. طبعا. بما ان المباراه انتهت بالتعادل الايجابي. ايه لقطات ثانيه يا كابتن جهاد كنت شايفها اللي هدف الكره بتاعت الزمالك؟ هنتكلم على اللقطه بتاع الجون الاول للزمالك، مش عارف اكيد مجهزينها معاك، والهدف الاول اللي تم الغائه والخطوط اللي ظهرت من حكام الفار. الهدف مصطفى شلبي. طبعا في الملعب صعبه جدا على المساعد احتسابها هدف. المراجعه الفار ورسم الخطوط النهارده كان الفار متفوق على نفسه محمد عادل وسامي هلهل. الخط الصوره طلعت لنا الخطوط مرسومه بصوره صحيحه من كتف المهاجم والمدافع. الصوره لما طلعت الخطوط من المكان اللي هو النص الكم اللي هو ما فيش فيه لمسه يد نزل من المهاجم والمدافع، وبالتالي لقينا ان لاعب الزمالك متقدم بجزء من جسمه، وكانت رسم الخطوط صحيحه والتسلل كان موجود والقرار في مجمله صحيح والتسلل كان موجود. فدي تسلل بشكل صحيح. بالظبط. طيب. الهدف اللي تم احرازه للزمالك بقى نفس الكلام. رسم الخطوط برضه لو يعني بتكلم بسرعه ما اجيب الصوره معاك. رسم الخطوط كانت مظبوطه. اوباما كان متغطي برجل مدافع المقاولين اللي كانت متقدمه عن اوباما، وبالتالي لما رسم الخط من رجل المدافع
ورسم الخط من رجل اوباما، لقينا ان اوباما متغطي، وبالتالي هدف الزمالك اللي تم احرازه هدف صحيح، وكان مراجعه صحيحه من حكم الفار اللي يمكن الهدف اللي سيجي معانا بتاع اوباما ممتاز. اللي هو تم احرازه، والخطوط طبعا جت بصوره صحيحه، ورسم الخطوط في المرتين سواء الهدف اللي تم الغائه او الهدف اللي تم احتسابه اترسمت بصوره صحيحه، وبالتالي تقنيه الفار النهارده شغاله بصوره صحيحه، حتى اللي عرضت ركله الجزاء كانت برضه عرضتها بصوره صحيحه، يعني لو كنت مشينا في ركله الجزاء كنا خرجنا من المباراه بدون خطا تحكيم. اللقطه دي بنتكلم اولا الركله الركنيه كريم، اخر واحد لمسها هو محمد عبد الغني، وبالتالي ركله ركنيه صحيحه. ثاني حاجه الكره لما جت في ايد مدافع الزمالك العفويه، اليد اليد اللمسه عفويه، واللمس اليد مش مكبره الجسم، وبالتالي لو يعاقب عليها مدافع الزمالك ما جاتش في ايد لاي لاعب من المقاولين، ولكن لو جت في ايد اي لاعب من المقاولين باي شكل من الاشكال كان يعاقب عليها، وما جاتش خالص في ايد لاي اي مهاجم للمقاولين، استمر اللعب وده قرار صحيح من الحكم، ما فيش ركله جزاء وتم احراز الهدف، وبالتالي بنتكلم ان هدف المقاولين اللي تم احرازه هدف صحيح. بالمناسبه دي لو ما كانتش جت جون تبقى ضربه جزاء للمقاولين ولا لا؟ ما انا بقول لك لمس اليد اللي جت مع لاعب الزمالك، اليد مش مكبره الجسم، اللمسه دي كانت عفويه، الكره اللاعب مش شايفها، لمسه عفويه ما فيش فيها لمسه يد. تمام. وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح، ما فيش تحت فرصه في ركله الجزاء. هاي. وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح، كان لو جت في ايد من لاعب من المقاولين باي شكل من الاشكال كان يعاقب ويلغى الهدف، لكن ما جتش في اي ايد من لاعب المقاولين، احراز الهدف كان احراز صحيح وهدف صحيح للمقاولين. احنا بنتكلم يا كريم النهارده مباراه. طيب كابتن جهاد الاول بس قبل ما نخلص، كان في لقطه كمان لحاتم سكر التدخل اللي خد عليه انذار، هل هو انذار ولا طرد؟ بص اتفق مع مراجعه الفار، لان الرجل مهاجم لاعب المقاولين كانت على الارض، الدهس على القدم ما فيش فيه استخدام قوه زي ده، الصوره هتبقى معانا واضحه، الدهس على القدم ده الرجل لاعب المقاولين على الارض والدوس على الارض ده لا يمكن باي حال من الاحوال يبقى فيها استخدام قوه زي ده اقصى درجات التهور، وده انذار مستحق كان خده لاعب الزمالك، ولا ترقى للكابتن الاحمر باي حال من الاحوال. بحيي حكام الفار لما ما تدخلوش في اللقطه دي، لان فعلا الكره لا ترقى باي حال من الاحوال للكارت الاحمر، الدهس على القدم بالمنظر ده لا يمكن يبقى ده الدهس، ومشط الرجل يا كريم كمان الاستاذ مشط الرجل ما فيش فيه القوه المفرطه اللي ممكن نجري عليها نقول كارت احمر. وبالتالي هي مراجعه طب القوه المفرطه دي بتتقاس ازاي؟ الكرة المفروضة اولا بجانب مسافة كبيرة، ثانيا الركبة بتبقى مفرودة وفيها قوة وفيها سرعة، ده مش موجود في اللقطة. اللقطة كان المسافة قريبة جدا، الاستاد كان مستخدم بس مستخدم بمشط الرجل، ما كانش فيه الرجل كاملة الضغطة الكاملة اللي عشان فيها قوة عالية. ثالث حاجة الركبة كانت متنية وبالتالي القوة بتقل، كل دي عناصر بتوصلنا او كل دي اعتبارات بتوصلنا ان ده كارت اصفر ولا يرقى لكارت احمر باي حال من الاحوال. بشكل عام مجمل بقى المباراه هو خطا تحكيمي وحيد موجود في المباراه بعد ما احتساب ركله جزاء للزمالك، طبعا خطا مؤثر في نتيجه المباراه طيب كنت لسه بقول من شويه انه الزمالك هيشكو كابتن امين عمر وقد يطلب انه ما يبقاش موجود في المباريات القادمه، هل الشكوى هنا شايفها منطقيه؟ هل انه يطلب انه ما يبقاش موجود ده برضه منطقي ولا لا؟ هو من غير ما الزمالك يطلب طبيعي الفترة اللي جاية مش هتلاقي أمين في ماتشات الزمالك، طبيعي بعد اللي حصل النهاردة مش هتلاقي أمين عشان اللجنة تمنعه من ضغوط ماتشات الزمالك، مش هيبقى موجود في ماتشات الزمالك الفترة اللي جاية. الزمالك يشتكي طبعا أي فريق، أهلي زمالك مصر إسماعيلي أي فريق في الدوري الممتاز هيلاقي أي ظلم تحكيمي بالنسبة له طبعا أكيد هيشتكي وهيتكلم، وأتمنى اللي جاي بقى إن شاء الله نشيد كريم أجي لك ونشيد بالتحكيم الفترة اللي جاية، لأن مهم جدا نصلح اي خطا ونحصل اول باول، واتمنى النهارده المحادثه اللي حصلت ما تتكررش تاني، لان ده خطا وخطا كبير مش مسؤول عن طاقم التحكيم تماما. افكرك بمارك كلاتنبرج حتى لما كان بيجيب المحادثه اللي بتحصل بين الحكم وحكم الفار كان بيجيب حاجه منتقاه، مش اي حاجه تعرض على المشاهد، مش اي حاجه تعرض على الجمهور. وبالتالي ان تعرض حاجه لايف من حوار حكم هتجيب مشكله للحكم، هتجيب مشكله لحكام الفار، وده مش مقبول طبعا. وده يزود التعصب ويزود مشكله كبيره عندنا. طيب كابتن جهاد في شان اخر، يعني ننتظر خبر سعيد بالنسبه لك قريبا في الاتحاد الافريقي؟ والله في الاخر اتمنى الخير لمصر، ايا كان لجهاد او لغير جهاد، في الاخر بتمنى الخير لمصر، وان شاء الله هنبارك لمصر مش لجهاد جريش. يعني ماشي حلو، دي اجابه لطيفه. نبارك لمصر، نخليها نبارك لمصر. دي اجابه لطيفه، دي اجابه لطيفه. كابتن جهاد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله كل هذه التوضيحات المهمه.